نحو كيلومتر واحد فقط مسافة تقف عائقا منذ سنوات طويلة أمام حركة المواطنين بين لوائي الوسطية والطيبة في إربد. بين لواء الوسطية ولواء الطيبة مرورا ببلدة دير السعنة غرب إربد، ينتظر مواطنون تعبيد طريق الزورة منذ سنوات طويلة. لما بدنا نروح على الوسطية بنمشي 13 كيلو او 12 كيلو تقريبا 10 كيلو تعبين ننزل على كفر اسد، بينما من هون احنا كيلو بتحل مشكلتنا، كيلو جبت بتحل مشكلتنا. خادمي اربع الويه، لواء الوسطيه ولواء الطيبه ولواء بني عبيد وغرب اربد، وهي الطريق بتمشي من هون من دحا يعني مسراها الى عمان للعاصمه. يعني كيف يعني مش عارف انا شو كيلو واحد مش قادرين يزفتوا لنا اياها، وين نروح؟ مطالبات عديده قدمت لدى الجهات المعنيه من اجل تعبيد الطريق الذي يعد مساراً حيوياً يخدم عدداً كبيراً من أبناء الألوية في المحافظة وأصحاب المزارع في المنطقة. راجعنا بها أكثر من مرة ورحنا على مدير أشغال الطيبة، قال إن شاء الله بداية السنة الجديدة إن شاء الله بنعمل الحل، ولكن لا حياة لمن تنادي. وهاي الأرض هاي والطريق هاي تخدم آلاف الدنومات وكلها مطبقة، يعني الواحد مرار أحياناً بروح على أقدام سير على أقدام ولا يأخذ سيارته. ترسيم الطريق بوضعه الحالي شرط من أجل تعبيده. بحسب مديرية أشغال إربد التي أقرت بأهمية الطريق رغم كونه زراعياً، هذا الطريق المفتوح حالياً مفتوح في غير موقعه المرسم، يعني هذا حالياً اعتداءات على أراضي المواطنين، لهيك لا يمكن تعبيده في الوقت الحالي. المسار المرسم لا يمكن فتحه وتعبيده وصعوبته وصعوب وعورته يعني في المنطقة، فإحنا أوصينا بأنه يتم ترسيم الطريق المفتوح حالياً، يتم ترسيمه على لوحات الأراضي ليتم تعبيده مستقبل إن شاء الله على موازناتنا القادمة إن شاء الله. أضرار بالمركبات وصعوبات في وصول المواطنين إلى مقاصدهم، مشكلات أعاق معالجتها منذ سنوات ترسيم طريق بمسافة لا تزيد عن 1200 متر، والحل برسم الانتظار.